معنعيني على المنبهات، صلي شهر ما دقت القهوة. عايشة على المهدئ، صلي شهر ما طلعت من البيت، حتى قبره ما رحت زرته. أنا لهلا ماني مصدقة، كل الوقت عم بستنى حدا يجي يقلي إنه اللي صار كله كذب، كابوس حقير ورح يخلص، وليكو عمر عم يستنى بالجريدة. بس هالحدا ما كان يجي. انت رح تضلي عم تستني؟ ليش انا قدراني اساوي شيء ثاني؟ طب والجريدة خلص؟ جريدة كانت عمر. إذا بدك أنا بساعدك، يعني بأي شيء وصلت بالجريدة، أي شيء بدك إياه، يعني على اعتبار نحن أصحاب مو؟ عم تدخني؟ يعني أمينة بتمرق لي كم سحبة باليوم. كأنك عايشة بحظر صحي. أنا مو جاي على بالي شيء. طيب الأدوية اللي عم تاخديها عم تريحك؟ إيه عم تخليني نام، بحس بالبيت. أنا تعرفت على عمر وقت رجع من القاهرة. أخو الشليبة طول عمره كان هيك حليوة وطبيق. بالأمسية تبع الأداب اللي عملناها سوا، مع إنه هو قال عنا فاقسة، وقت اللي خلصت البنات كلهم التموا حوالي. يعني لو أنا كنت محله كنت زلغطت 3 أيام. بس ما بعرف ليش كان يفكر إني بكرهه. الحقيقة أنا ما قريت شعر مثل شعر عمر. بعرف بعرف. وإذا بدك أكثر، أنا كنت غار منه كتير. ما كان لازم يساوي هيك. الحياة بتستاهل إنه الواحد يعيشها. إيه؟ عمر كان يحب الحياة، كان يعشقها، بس دفع أغلى شيء بملكه، أغلى شيء.